من الجزائر يخرج شبح تجاري سيغير خارطة الاقتصاد الجزائري بل والإفريقي كله، ويسحب البساط من تحت أهم موانئ المغرب. ميناء مرتقب ينبض من قلب القارة السمراء ويفتح بابا لها على العالم، ليكون أحد أكبر الموانئ عالميا بتعاون مع التنين الصيني. ميناء الحمدانية مشروع القرن الجزائري. ما هو؟ لماذا تأخر إنجازه حتى اليوم؟ وهل سيحل محل ميناء طنجة؟ مارد جزائري عملاق. في منطقة الجزر الثلاثة شرق مدينة شيرشال تم التخطيط لبناء أحد أكبر الموانئ في المنطقة بل في إفريقيا كلها، حتى موقعه لم يتم اختياره عشوائياً، بل اعتمد كي ينبني عليه ميناء الحمدانية لاستقبال مساحات الرسو وإنجاز المرافق الضرورية للعمل التجاري، وذلك كله وفق المعايير الدولية لضمان تطوير مختلف خدماته، إذ يقع الميناء شمال قرية الحمدانية على بعد 8 كيلومترات شرق مدينة شيرشال وكيلومترين غرب مدينة بوعروة. فما هي تفاصيل هذا المشروع الجزائري؟ بدأت الفكرة قبل سنوات عديدة منذ عام 2013 تقريبا، لكن المشروع تأخرت ولادته حتى شرعت الجزائر أخيرا عام 2020 ببناء شراكة مع الصين، حيث توقع المسؤولون عنه أن تصل كلفته إلى 6 مليارات دولار. ومن المتوقع حسب الخطط الحالية أن ينتهي بناؤه عام 2030 في مدينة شيرشال بولاية تيبازا، حيث سيربط بخط للسكك الحديدية ممتدا إلى عواصم دول إفريقية جنوبا. ووفق الخطط الموضوعة فإن هذا الميناء الضخم من شأنه معالجة 6,500,000 حاوية و 25,700,000 طن من البضائع سنويا. وقد أوعز الرئيس الجزائري تبون عام 2023 لإعادة الاتصال بالشريك الصيني الذي كان منذ البداية في المشروع، وذلك لإعادة دراسة مخطط الميناء وفق قواعد شفافة وجديدة. ولادة متعسرة. عام 2016 وقع مجمع تسيير موانئ الجزائر الحكومي مع شركة هندسة البناء الحكومية الصينية وشركة الصين لهندسة الموانئ مذكرة تفاهم تقضي بإنشاء شركة مختلطة تخضع للقانون الجزائري لإنجاز ميناء الحمدانية. ومنذ ذلك الوقت جذب هذا المشروع رجال أعمال جزائريين نافذين، ما خلق منافسة كبيرة في هذا المجال، حيث مارس هؤلاء ضغوطا قوية للدخول في صفقات الإنجاز، خاصة بعد أن منحت الحكومة الأولوية للشركات الحكومية، ما عرقل انطلاق الأشغال لسنوات عديدة. ومنذ 4 سنوات قدرت صفقة الميناء بنحو 3,300,000,000 دولار، ويومها تقرر تكفل الجانب الصيني بالتمويل الكامل للمشروع على أساس أن يكون تحت مسمى قرض طويل الأمد، نظرا للصعوبات المالية التي كانت الدولة الجزائرية تشهدها بسبب فقدانها أكثر من 50% من مداخل النفط منذ عام 2014 نظرا لتهاوي أسعارها في السوق الدولية. لكن بعد فترة تغيرت الأمور وتراجع الجزائريون عن مبدأ التمويل الصيني الكامل وتبنوا خيار التمويل المشترك، وذلك بالاعتماد على تمويل مشترك بقرض من الصندوق الجزائري الوطني للاستثمار والبنك الصيني إكزيم بنك لتغطية تكلفة إنجاز المشروع المرشحة للارتفاع، وهو أمر طبيعي في المشاريع الضخمة المشابهة أن تتطلب أموالاً إضافية لإنجاز الملحقات اللوجستية واستيفاء المعايير الدولية الحديثة. لذلك فإنه نظراً لأهمية المشروع الاستراتيجية رغب الصينيون في الدخول بعملية التمويل، وذلك لأن المشروع يقع ضمن مسلك طريق الحرير الجديد الذي يربطها بأوروبا وبقية مناطق العالم.
ووفق دراسة أولية صدرت عام 2018، فإن ميناء الحمدانية سيضم 23 رصيفاً وسيعالج 6,500,000 حاوية و25 مليوناً و700 ألف طن من البضائع سنوياً، ممتداً على مساحة تقدر ب 310 هكتارات، بينما سيتم تخصيص نحو 1916 هكتاراً للمناطق اللوجستية، أي المناطق المخصصة للموانئ الجافة ومناطق العبور البري المؤقت للحاويات التي ستنقل لدول الساحل الإفريقي عبر الطريق العابر للصحراء، وهو الطريق الذي يربط الجزائر بمدينة لاغوس في نيجيريا بعد مروره بعدد من الدول الإفريقية. ورغم أن هذا كله تم وضع خططه الأولية منذ عام 2012 حين تمت وقتها عملية تحديد المواقع والمنشآت اللوجستية الملحقة بالميناء أيضاً، لكنه توقف لفترة طويلة وعجز القائمون عليه عن تحقيق تقدم ملموس في إنجازه، وقد كلف هذا التأخير الاقتصاد الجزائري خسائر فادحة، ما دفع الرئيس تبون إلى حث وزرائه على الإسراع في الإنجاز. حل سحري لفك عزلة إفريقيا. يوصف المشروع الجزائري بأنه حل سحري ومفتاح لفك عزلة الدول الإفريقية التي لا تمتلك منافذ على البحر، حيث سيكون جزءا من حصة الجزائر في الطريق العابر للصحراء الذي يمتد من الجزائر العاصمة إلى غاية ولاية تمنراست بمسافة 4500 كيلومتر أقصى جنوب البلاد. لذلك فإن الجزائر ليست وحدها التي تنتظر إنجاز هذا المشروع، بل القارة الإفريقية كلها متأهبة لإقرار منطقة التبادل التجاري الحر، إذ كانت دول غرب إفريقيا والساحل الإفريقي على الدوام تدخل بضائعها المستوردة من الخارج عبر الكاميرون. لكن ميناء الحمدانية سيوفر مزجاً بين النقل البحري والبري للبضائع مخففاً التكلفة والوقت، حيث إن المدة التي ستقضيها الحاوية من ميناء الحمدانية إلى دول الساحل لم تتجاوز 8 أيام. أما بالنسبة للجزائر صاحبة المشروع فتبرز تساؤلات كثيرة، مثل: ما هي أهمية مشروع كهذا لها وهي الدولة التي تمتلك شريطاً ساحلياً يطل على البحر الأبيض المتوسط يمتد على مسافة 1622 كيلومتراً؟ وهنا تأتي الإجابة من القائمين على المشروع بأن الجزائر بحاجة ماسة إلى ميناء بهذا الحجم في ظل تطور وسائل النقل البحري وكذلك التجارة العالمية، في وقت لا تملك فيه هذه الدولة ميناءً قادراً على استيعاب بعض السفن الضخمة، إذ إن الموانئ الجزائرية الموجودة شيدت معظمها في زمن الاستعمار الفرنسي، وهي اليوم عاجزة عن مواكبة الحركة التجارية والاقتصادية الحالية، فهي صالحة فقط للوضع الذي كانت عليه البلاد خلال الستينيات والسبعينيات. أما اليوم فحال التجارة الدولية مع انفتاح العالم على آفاق 2030 و2040، فإن طموحات الجزائر الاقتصادية في حاجة لبناء ميناء ضخم قادر على استيعاب أكبر حمولة ممكنة. لذلك يطل ميناء الحمدانية كي يحقق طموح الدولة الجزائرية، حيث سيكون قادرا على استيعاب أكبر سفينة في العالم بحمولة 240 ألف طن، بينما لا تتعدى الطاقة الاستيعابية للموانئ الحالية سفينة بحمولة 30 ألف طن. كما أنه سيكسب الجزائر قيمة مضافة ويربطها بشبكة التجارة العالمية، ويمنح الدول الإفريقية التي لا تمتلك إطالة بحرية نافذة تجارية استراتيجية. كذلك لا تتوقف أهمية الميناء هنا أيضاً، حيث إن محيط الميناء ستعم عليه الفائدة، إذ ستنشأ مدينة صناعية توجه منتجاتها للتصدير، وسيربط بشبكة طرق سريعة وخطوط للسكة الحديد. منافس ميناء طنجة الكبير. منذ وضع الخطط لبناء الميناء الجزائري العملاق، تداولت صحف كثيرة فرنسية وعالمية
أحاديث من خلف الكواليس عن أن الجزائر تسعى لجعل ميناء الحمدانية منافسا قويا لميناء طنجة المغربي. وإذا كان ميناء الحمدانية مشروع سيتم إنجازه في السنوات المقبلة، إلا أن ميناء طنجة تم بناؤه منذ سنوات وحقق نتائج فعلية على الأرض، وهو ميناء مغربي يمتد على مساحة اقتصادية تفوق 200 هكتار في موقع استراتيجي قبالة مضيق جبل طارق، ويحوز لوحده على 95% من المبادلات التجارية للمغرب مع دول العالم، إذ يعد من أضخم المشاريع الاقتصادية التي أشرف الملك محمد السادس شخصيا على إطلاقها في خطاب له في فبراير 2003، واصفا إياه بالقول: إنه الميناء الجديد لطنجة المتوسط الذي نعتبره حجر الزاوية لمركب ضخم مينائي ولوجستي صناعي وتجاري وسياحي. وبالفعل استطاع ميناء طنجة بعد سنوات من إطلاقه تحقيق نتائج إيجابية هائلة، جعلته عام 2019 يحتل المرتبة رقم 35 من أصل 120 ميناء عالميا في تدبير ومعالجة الحاويات. وعام 2020 أضحى الميناء المغربي أول منشأة مينائية في حوض البحر الأبيض المتوسط في مجال معالجة الحاويات والبضائع، متفوقا على مينائي فالنسيا والجزيرة الخضراء الإسبانيين، حيث بلغ نشاط المعالجة في طنجة المتوسط 5,700,000 حاوية، فيما حقق ميناء فالنسيا 5,400,000 حاوية مقابل 5,100,000 حاوية لميناء الجزيرة الخضراء. وتربط ميناء طنجة المتوسط شراكات تجارية بأكثر من 180 ميناء عالميا، كما يمثل قطبا صناعيا لأكثر من 1,100 شركة عالمية تنشط في مجالات مختلفة مثل صناعة السيارات والطائرات والنسيج واللوجستيك والخدمات بمعاملات تفوق 5 مليارات يورو. فهل سيكون ميناء الحمدانية منافسا قويا لميناء طنجة؟